إيدن أزار وحتفين وهجوم خطير لتشيلسي. ثلاثة ضد ثلاثة، تمشي كورة لكيفن دي بروين، والهدف الأول، الهدف الأول للبلوز بامضاء كيفن دي بروين في توقيت 29 دقيقة لعب. هجوم سريع، افتكاك كورة لمستين تقريبا، وتصل الكورة لكيفن دي بروين. هذه الإعادة، إيدن أزار، إيدن أزار يحط كيفن دي بروين في وضعية مناسبة، فسخ دفاع كامل وجه لوجه مع كريستيان أبياتي، والهدف الأول لتشيلسي عن طريق كيفن دي بروين. استلام من غاري كاي، يرفع كرة طويلة، لوكاكو، لوكاكو ينتظر المساندة مع فيكتور موزس، فيكتور موزس، والهدف الثاني له، هدف ثاني منتظر ومستحق لتشيلسي، لتأكيد سيطرته، لتأكيد شدارته بنقاط المباراة. هو الأفضل، قلت طيلة التسعين دقيقة كان الأفضل، كان المبادر، كان الأخطر، ويترجم سيطرته إلى الهدف الثاني في الوقت البديل عن طريق أندري شورل بعد ما ضيع فيكتور موزس الهدف الثاني في مناسبتين. التمهيد من لوكاكو وأندري شورل.